قدمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة الرعاية الطبية ل 1170 حالة، وتم صرف الدواء بالمجان ضمن قافلة تنموية شاملة في قرية شبرتنا بمركز بسيون في محافظة الغربية. وضمت القافلة 12 عيادة طبية متنوعة بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، كما شهدت إجراء اختبارات محو الأمية ل 170 مواطنة وتقديم عدد من الخدمات البيطرية. بنيجي قبل القافلة بنختار القرية اللي هي مستهدفة. احنا دلوقتي ماشيين بكل القرى، بننزلها بالتدريج لحد ما نخلص المركز بالكامل. بنيجي القرية بتاخد موافقة في أول الشهر، بنيجي بعد كده بننزل استكشاف للقرية، بنحدد المكان الأصلح لإقامة القافلة مع التعاون مع جامعة طنطا. بنيجي نهار القافلة قبل القافلة بساعة، بنكون دورنا ان احنا نقف على العيادات، ننظم دخول الناس، بنساعد الناس ان هم يوصلوا للعيادة. المريض بيجي بيتقيم وبيتعمل له كل الفحوصات اللازمة، وبعد كده لو المريض بيحتاج مثلا علاج دواء بيتصرف له من الصيدلية، لو المريض بيحتاج ان هو ابحاث متقدمة بيتحول لجامعة طنطا بيقوم بكل الفحوصات هناك. بنشكر حياة كريمة على انها وفرت لنا جميع انواع التخصصات، والكشف مجاني والعلاج برضه ايه مجاني.